منتخب مصر الأولمبي في نفس التوقيت تقريبا يوم الخميس برده هيبدا مشواره في المعسكر الحالي بمواجهه الاردن هنا في القاهره وبعد كده يسافر بقى لاوزباكستان عشان منتخب الامل والحلم عندنا حلم كبير جدا ومؤمنين جدا بقدراتكم انكم تعملوا حاجه في جيل جديد من نجوم الكره المصريه بيتولد في المنتخب ده ونتمنى نتمنى ان هم يقدروا يحققوا لنا انجاز في اولمبياد باريس في 26 كل التوفيق لروجيرو ميكالي و ويعني و... والجهاز الفني في قياده المنتخب ان شاء الله وتحقيق اقصى استفاده ممكنه من المعسكر ومن اللقائين الوديين اللي هياخدهم منتخب مصر الاولمبي الاردن ثم اوزباكستان